كانت الفيديو ديالي كي دايرين لاباس عليكم كلشي مزيان كلشي هو هذاك ما تنساوش انكم تخليو اختكم الجوا بزاف ديال لايك اليوم ان شاء الله غادي نخرجوا غادي نخرجكم معايا غادي نمشيو نسارا وغنديروا بزاف ديال الحاجات والحاجه اللي شحال هذه وهي تابعني ليا ليا اختي الكبيره مسكينه هي كتقول لي رجوة عافاك ويلي ويلي رجوة عافاك خرجينا اش اوبس رجوة عافاك خرجينا رجوة عافاك خرجينا والله العظيم شحال من مره كنقول لهم زعما انا نخرجكم وكيكونوا قارين كل يوم صافي اليوم نخرج ان شاء الله كامل نمشيو ندورو ونديروا بزاف ديال الحاجات ومن مورا نمشيو نتعشاو وصافي كبدا ديالي تلقيتوني دابا انا نتماطله غادي نقاد اختي الفطور وصافي هادشي اللي كاين كنت غادي نقول لكم شي حاجه مهمه ما تنساوش الفيديو ديالي لايك وهنايا الاضاءه زوينه اختي بقا نصور لكم الفيديو هنايا نكون غنهضر معكم نصور لكم فيديو هنا اضاءه فنه وغنصايبو اختي الفطور بغيت نجهد ندير هكايا فطور شعباني نصايب البيض ما نديروش هكايا بغويه غادي نحاول انني ندير سطور فرماج ونحط حدا الزيتون والفرماج وداكشي وكيكه المهم نفطرو اختي مزيان حيتاش انا خارجه وراجلي يعني فاش كيفطر هكايا فاش كنفطرو مع الطليب صافي تنفطرو مزيان حتى كيمشي الخدمه عاد كيتعطل ما غادي الغدا الاول اختي نمشي ندور واشي اللي كاين والمسيس ديالي كيبرقك المسيس ديالي كيبرقك مامي شوف مامي شحال زوينه انا البنات انا الاضاءه شي ناقصه متشعله والحاجه مطيبه اتاي اختي اتاي متقولش البنات تاخذوا اتاي الا ما كانش شعره والله كنا ديك المره خديناه ماشي شعره صراحه هي حق الشعره تقدري تبقي تبخي فيه تبغي ما كيكحاش الحبوب كيكحل هادشي يا بنات واحد البنانات خامجين ماشي خامجين زعما طايبين ما كنقول لهم خامجين غادي ندير عصير ديال العصير نحيد هذا نخيو باش يعصبوني يكونوا لاصقين بزاف قلت لكم ندير اليوم البنان مع مع الفرايز تشهيتو المهم هذا غدا فطور واحد الفاكهه وداكشي باش يبقى شاهد ليا عطور تعطلت واخا كنت كنصور لكم جوج داكشي بالديتاي هذا هو الديتاي بغا نمشي نجمع بيت الناس انا وراجلي حتى نقول له اجي عاوني مش بلا ما كنبقى ندور انا يدور من هنا ندور من هنا فاش كيكون كنقول له اجي جمع معايا البيت هذه خارج نديرو عويصير كنموت على الفرايز انا ولكن لما كانش مسانيدة اوه ضروري يكون مسانيدة انت اختي شجعوني باللايكات اللي تقولوا رجوة ما كتحك ليناش قلتوا لي رجوة حتى اي حاجة اي حاجة حطيها اي حاجة صوري كل شيء حياتك كل شيء فلا برقة من الفرايز الله اعلم برقة اوكي هذا اجي اجي العصر بزاف هاد الكيسين عندي طوارو هادو بغيت ناخد شي كيسين العصر غير صغار هادو طوارو كبار يعني هادو ريل هكا ما عرفتش ولا ما عرفت ماشي ديال يوميا خصك شي وحدين يكونوا صغار شويه نسيت ثاني دا هاد البيض ياكو وكنديرو سطو الفورماج مو راكم عارفين ديك الطريقه تقدروا غير فرماج تخدمو على جوج كتجي ولكن انا مكيعجبني الفرماج بزاف معرفتش معمري ما درت الشيدر فرماج شيدر مع البيض معرفتش كيفاش غيجي حتى تقولها لي في الكومنتات وغندير سنيدة اختي اختي ندير معلقة كبيرة كي كان اصلا نحيد هذي شوية خلي اختي يجي يحلق بركة ايوا ويا البنات صراحه انا فاش كنكون كنوجد الفطور ولا الغداء اي حاجه درتها كنحيدها باش فاش كتسالي ماشي عاد كتبقاي تجمعي الروينه وكتبقاي مبرزطه صافي كتكوني فطرتي اختي وما بقى من موراك حتى شي حاجه غير الموينه ديال الفطور وصافي يا البنات كيما شفتوا كنشارك معكم الفطير ديالي هذا نهار من نهاراتي كيفاش كيدوز وبيان سور ماشي كل نهار كيدوز هكا الا بغيتو نبقى نشارك معكم يومياتي قولوا لي في لي كومونتير كيما شفتوا معرفتش واش غتكونوا شفتوا ولا لا ترسلوا ليا داكشي ديال العطريه طاحت لي الشوك معرفتش واش غتكونوا شفتوها ولا لا نعم نورمالمون كنشدو كنحكو هكا وداكشي كنخسي ماشي ما ندير
سميتو انا كتعطلت شي عطلت بغيت زعما باش نسالي لباس وداك الشيء ونراجعوا اختي اتاي هيدو هادي شوفوا 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 سمحي لي بزاف شوفوا انا اسي صافي عارفه لوغو صح المسكره غندير ليه عارفه صافي غادي نخليه يطلق خلينا هنا صراحه انا راه ما بقاش زوين ولكن اختكم راكم عارفين رجوه ريو ماما واش تقطع شفت قبيله تاع الكروكيت بالنسبه لما شنو كندير القد ديالي سولتوني قلت له رجوع نقدر تعطي هذاك الشيء وي راحت في الاول كنت عندي شي شغالات داكشي اش كنت كنعطيه لي باتي بوحدو هما داكشي دابا شديت ليا البنات كورجات قلت لي نقدر ديري البطاطا ما عرفتش واش البطاطا صحيه ولا لا القطيطات القطوط تقولوا لي في الكومونتير البنات الناس اللي مربيين البطاطا تقولوا لي تنديرو كورجات خيزو الروز تحلي كلشي اختي باش ما كيعيقش ياكو وكندير ليه الحوت طرفه ديال الدجاج شويه هكا كتنسمي ليه شويه ديال الحوت شويه ديال الدجاج اولا بعد ما كنشري ليه بواطه ديال لي باتي كي كنخلط ليه اختي النص ديالها في داك الكونتيتي اللي درت ديال هادو كنخليها ليه في طاسه كنتبانو كياكلو مرات بعد مرات كنعطيه بيرلي عرفتي نعطيه شويه اي شويه بعد المرات فرماج بعد المرات صافي البنات هو الزيت ديالي كيسخن المهم غنمشي نطيب ونرجع لكم الا بغيتو ندير لكم فطور شمالي فيديو قولوا لي في الكومونتير نوريكم كيفاش كدير لي كيجي واعر بحال ديال الشام ايوا يا البنات دابا وجدنا الفطور ديالنا انا صراحه عندي الفطور مهم لواحد الدرجه ما تقدروش تخيلوها صافي هذا هو الفطور صراحه احسن حاجه هو الفطور بالبيض والله والعصير وداكشي سورتو الا كنتو خارجين ضروري باش هكا كيشد لكم في النهار وداك الكيكه كنت درتها عرفتوا يا بنت سيمانه وناكل فيها انا وراجلي معمرني يعني عاود ندير داك اللاطه كبيره وغير ما كتبغيش تسال ورقه ما عارفني يعني الكيكه ما خصهاش تبقى بزاف سورتو انها يعني كديري لها غير سلوفان دونك انا نصور فيديو هاد الراسي بالتليفون باش نولي تطلق صافي فطور واحد هذا قد ما نفطر في قهوة بس هو عادي ايوه حادث امس بصحة ماسكي جاي ماسكي يجي البنان مع ديك البنان مع الفريز عرفتي سنت حمقني ريحته كنت يجي البنان غالب وخلي ما قويتش الفريز كيفاش يجي البنان؟ كيفاش قويت؟ ما بديتش فريز بزاف بغيت زعما باش نخلي نديرو صالح الفول بالليل ان شاء الله كلشي افراز وحليب هي كنتي ما عنديش معاه صافي البنات هنا لباس وتقاديت وداكشي كنت كنهضر ما عرفتش انا معاك كنت حاطه يدي على الباف ولا ما نعرف جا مخرجتش وانا نقول غندير لكم فاقوف صافي غادي نمشي باش غادي نطلع اختي صراحه اول مره غادي نجي في الوقت انا يا البنات معروفه رجوه انا والوقت امبوسيبل نجيك مع الخمسه بيلا ولا سته بيلا والو والو ضروري نتعطل نمشي دابا عند فاطمه اختي وصافي هادشي اللي كاين انتما معايا ان شاء الله ندوزو معانا ندوزو معايا نغير زوين واي حاجه غنشاركها معكم نقدر نديكم ميني سومو ان شاء الله نساروا دي فارتو ونشوفوا ان شاء الله لي سولت صافي في البنات بلاصيت غير حدا كارفور وتفكرت ما بقاش الرمله ديال مابقاش لي الرمله ديال القطيط فكرتها نقول لكم البنات قولوا لي الا عندكم شي طريقه نعلمو حيت هاد كل مره تبقى يتنقي دايره النوبه نو راجلي طلع لي في راسي داك الكركه ديالو حاشاكم ندوز ناخذ غير هذا هادشي اللي كنقول ناخذ الرمله هاد الساعه لا ما صدقت واخده حاجه اخرى ندير الشعبي خلينا حتى في نمشيو هاد خدامه معاهم ولا ما نعرف لقيت واحد الرملة ديال القطيطات 7 كيلو 30 درهم نجرب على كانت زوينه نبقى ناخذها لي انا كيعجبني نجرب حتى الرملة ديال القطيط هي تنبغي نجرب فيها والمهم حتى نمشي للدار نقول لكم شنو خديت خديت شختي بزاف صافي دابا غادي نمشي عند اختي لدي فاكتو حيت هما اش سخفت مشيت كنزرب بالطوموبيل غادي نمشي عندهم نمشي عندهم دي فاكتو هما في دي فاكتو صافي اختي هادشي اللي كاين تنوريكم شنو لبست صورني سارة ولا نصور لكم راسي بدي فاكتو سخفت دخلنا لدي فاكتو غنضرب لكم دويرة غيضربوني بكوبيرات المهم انا نجو غنضرب لكم دويرة ونوريكم لي صوت اللي كاينين
سلام كي دايره لاباس؟ كنفرح بزاف فاش نلقى لي زابوني ديالي وصافي غنوريكم عرفت واحد الدريب خضر واعر شوفوا خضر خضر باش مكيبانش في الكاميرا انا يا بنات كنضرب لكم دويره هنايا في ديفاكتو صراحه كاين شويه ديال الصول المهم كومام على الايامات اللي دازو فاش كتلقاو كيكتبوا الصولد فاش كتدخلوا ما كتلقاو حتى شي حاجه المهم كاين شي شويه ديال الصولد صافا المهم غنضرب لكم هكايا دويره كاين تريكوات جايب الالوان جايب بزاف ديال الحاج الا قلت لكم واحد الحاجه يا بنات ما غاديش تيق والله العظيم هاد التريكوات اللي كنتو كتشوفوا كنت كنشريهم انا من الجوطيه قسما بالله وتتكون الكاليتي ديالهم واعره ما كيتحبوا ماشي شي حاجه هاد التريكو ديال البنات عجبني بزاف ولكن خفتو يجيني بيان غليظه ولا شي حاجه راكم عارفين هاد الثوب هذا الصوف اللي كيكون هكايا فيه الزب كيبين واحد غليظ اختي بزاف وصافي حمقني هاد التريكو هذا واعر واعر ولا عندي والله الا عندي جوج خوه غير هو ما فيهش ديك الضفيرات عندي ديال الصوف بالسنسله عندي في الخزي وعندي في الغوص وراه شي حوايج البنات والله ما وصلت لهم نلبسهم اولا اصلا تلقاوني في الاخر كنلبس كاتما انا كنموت على الكاتمات مكرجه دوك الحوايج كاملين نتبادل مع شي وحده وتعطيني كاتمات ونعطيها انا دوك الحوايج هادو فريمون احسن حاجه هي الكاتما هي السيرفات واحد الراحه ما يمكن جاي تقديها كشويه الميك اب كديري ساعه واعره راسك واعره انت اختي بنتي واعره بلا ما تحتاجي زعما العصري تجي انت بخنزير دابا والله العظيم كنت نخرج بكات ما وانا نقول ويلي خليني نمشي نخرج شويه وناخذ صورات وصافي البنات ها نتوما معايا البنات لقيت واحد الهمزه عطات لي ساره ونكمل لكم الكبدات ديالي الدويره عجبني هذا الكاشكول هذا الاحمر فن بحال ديك البيجامه الحمراء اللي كنت خديت كاين هذا الكاشكول الخضر كاين داك الغوز كاين صراحه كاشكولات فنين يا البنات صافي وكما قلت لكم الكبدات ديالي كاين شويه ديال السولت ضرب لكم انا دويرات في التريكوات هذا وانا ما لقيت والو لقيت غير داك القميجه الحمراء وماشي انا اللي لقيتها غير بنت اختي ومش غادي ناخذها قلت صافي بلاش والله الا خديت الرم ديال القوام جا العام خديت الغوز الكحل الابيض كنت خديت من لافتيز لقيتهم سولد وداك الغوز اللي لابسه راني خديتها من ديفاكتو وهذه لقيتها غير خاصه وهنايا كنضرب لكم دويره في السيكان كاين سيكان صراحه زوين عجبني هذا حتى هو زوين غير هو الاوريجينال ديالو احسن هي ماشي الاوريجينال زعما داك اف سالون واحد هذا الكوبي ديال داك الاف سالون هذاك واعر غير الكوبي راه كيكون واعر قول لي البنات في لي كومونتير الا بغيتو ندير لكم هكا راح كنبدا نجيب لكم السكان هاي كوبي قولوا لي في لي كومونتير وهنا الفيديو ديالي كنوريكم البيسه عجبتني بزاف هاد الكاروات هادو كيجيو مع الروزان ديال كيجيو مع الحمر كيجيو زوين صراحه ملي كتلبسي مع البيض ولا الكحل فاطمه اختي كبيره هي فاطمه اختي شوف الحويجات ونشوف انا يلاه لقيت شي حويجه تاع المهم راكم عارفين داكشي ديال التحت تحتاج بزاف 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 شوف ديالي دابا دخلنا اختي الكاي سي 5 سنه كنسمعهم ابونمون المهم جيت انا وفاطمه اختي اختي الكبيره هي فاطمه وعندها ولدها حمزه السلام عليكم البنات حمزه الغانس كونيكتي هنا يا البنات كنعرف سان بصو بلاتي في هاد الكوموندي صنتو العظيم عندنا وعندنا بنا يتصن وصافي يا بنات انا كنسنا كنتحتو كل واحد تيقول شنو غادي ياخذ شنو غادي ياخذ في الاخر غداو المنيو اللي كناخذ البنات لقيت واحد لابوني تحيه لها قالت لي راني خديته المهم هما كيجي درت خفيف خفيف هاي سندر انا شويه فون دو تان وهذا البنات راه ماكياج خفيف راه يمكن غير بعض المرات كنقوي فرج وكيجي خفيف عكر دايره ميبلين انا نوريهم لكم تسناو الناس فين ما كنكون دايره هاد العكرات ديال ميبلين كتسولوني وما كنكونش هازاها حدايا وما كيكونش حدايا فاش كنبغي نجاوب على لي كومونتير كنكون بحال دابا ناسه في الناموسيه ولا في الصالون ولا في الكوزينه لا ريفيرونس البنات هي 05 زوينه يا البنات غير هي فاش كديريها بوحدي شويه بارده كنخلطها انا مع داك ايسون شويه في الغوز اما هي بوحدي زعما اللي كيبغي النيود بزاف كتجي زوينه 05 ميبلين ومخلطها شويه مع الغوز عندي ديال ايسونس صافي حنا جالسين نشوفوا شنو غناخذوا وانتم معايا ما تنساوش اختي لايك وتحيه للبنات اللي تلاقيتهم و
وتا البنات اللي كيشوفوني وما كيقدروش يجيو يسلموا ليا راه كنشوفكم حتى انا وغير اجيو سلمي ليا وضحكي وعادي والله الا انا راه بالعكس بحال اختكم بحال تلاقيت اختكم ما تعتبروش انا زعما تدير هادشي يوتيوب ولا هذا راه عادي انا ولا بحالكم غير انا كنصور وصافي كنصور حياتي هذا هو الفرق شوفوا البنات زعما زعما اللي شاف ترجمه يا كيتبقاو يشوفوا خوتي والله قلبها بيض وحنينه وظريفه ماشي حيت اختي تنقول لكم الصراحه والله عادي عادي بالعكس هي راه كتفرح نجات عندي والله وتحيه كبيره لكم وشكرا لكم وشكرا على التعاون ديالكم مع رجواتي الله يسهل عليكم ايوا اختي دابا اختي غنقصو ندير واحد الاجتماع صح نقصو واحد الطبله ديال بحال ديال الاغا شكرا لك على العراض الله يسهل عليك شكرا نيشان الزين شكرا اختي شكرا بنتي على الصراحه هانتوما البنات باش تشوفوا الحياه ديال الناس اللي كيديروا يوتيوب ولا انستغرام والله ما كتستمتعوا يا البنات كتقاسي خصك تصوري الانستغرام خصك تصوري اليوتيوب بزاف ديال الحاجات مي ماشي مشكل حيت كنبغيو هادشي اللي كنديروا لكم وجيت دوزت الكوموند ديالي حيت 4 رويال ستريت هادي ما كنقولها لهم رويال تشيكن ستريت كناخذ الحارين ديما نخذو كاستحقاق دابا جيت للدار قرت عيني بان لي كرشتي صدمت قلت له سير الكوفر هانتوما نجدو كاع اف سي جيت نسعد نضم طيب لي في العشاء اش بان لك قرت عيني عندي ما نساش تبارك الله فرحتي ياك دابا ميت ميت بالجوع ما غاديش يضيع معايا هجره باغي نتناو يلا البنات انا نوريكم شنو جديد زوينيت هذا وهذا ريو اختي غوت حيت عطيتو هاد السميت و تيموت عليها قلت لي البنات ما تقويش منا شتي قرات عيني باقي سخون باقي سخون ميت ميت بالصحه البنات وقبل ما نوض نوريت اختي تما المور خديت هاد اللايبات هادو ب 40 درهم شفتو خديت هذا وخديت شوفت وخديت هاد القاميجه بقيتها ب 69 درهم مابقاش هاد بنات مغزل نهائيا تاني الحوايج خديت هادي الحمر هادي في الغزال ديال وهادي في الحمر هادي خديتها ب 130 درهم ولا 120 درهم وهادي خديتها ب 66 درهم صار بنت اختي قالت لي راه ديروا هاد القاميجه ال وانا كنلبس ام ولكن هادي ال ديالها صغيره ولكن هادي ال ديال الام ديالها كبيره دي فاكتو فيه عندهم المالك ولا مرة شنو المهم ها هي الحمر واعره تاني بحال هادي ختانيت ها هي وشي هي نلبسها مع هاد ليلين بروتكال ومونطو تجي واعره ليدين زولا ليدين واش كنقولو المهم هاهما البنات ب 60 درهم عرفتو مزيه واعر هانتوما شوفو كيجيو تا مع لي تيشيرت واعرين هذا شويه سخيفن خاص البارد هو لي في التيشيرت شتو ولكن البنات جاني بحال لي معرفتش واش انا غير تنقول بحال لي القولون ديالو شويه واسع قلت زعما الا ما جانيش مزير بزاف ندي عند ميلو داختي الخياط انا خاصني يجيني مزير من التحت يكون لاصق وصافي البنات هادشي لي خديتو صافي عرفتي يا بنات راه تسديت لكم فلوق في الاخر لقيت انني ما وريتكمش خديت هاد الكوكا دي حمقتني في الغوز اونوتيا خديتها ب 30 درهم وفاش دزت الكارفور قبيله خديت هاد كومباكت البنات وريحته كتحمق غير هو يا البنات راه ما تيبقاش هذا باش ما تاخذوش البنات ما تاخذوش ما زوينش غير غتضيعوا فلوسكم فيه الريحه سير بلاص تمشي وخديت هاد فيز بغيت نجرب انا كيعجبني من ديما قبل ما نتزوج كيعجبني ديما نبدل هادشي ديال الغسيل الموعن هاد فيز البنات ثقيل في شكل ما زوينش وما كيرغويش بزاف بزاف المهم كي بدات كنتمنى يعجبكم الفلوق باي باي نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي